السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا اصدقائي، قبل ما نبدي الفيديو وياكم زياد هادي الاستاذ في معهد الدراسات الموسيقية، معهد الموسيقى العالي في بغداد، وارحب بكم اجمل ترحيب. ونبدأ بمقام العجم. قبل ما نبدأ بالدخول إلى الفيديو، أحب أنه أنوه لكم أنه على العود راح يكون طريقة العزف على العود هي طريقة كالتالي، واللي راح تكون أمامكم بهذا الفيديو اللي هو راح يكون أمامكم واضح، اللي هو راح يبدي من الدو. هذا دو قبل ما ندخل الفيديو اللي بتفاصيل العجم، انه 7 8 7 او 8 7 8 7 او ما يسموها صد رد لكم زيادة هذه. السلام عليكم ورحمة الله، وشون صحتكم أحبابي، ورحب باشتراكاتكم الجديدة بالقناة. وبناء لطلبات أصدقائي المشتركين في القناة، راح نبدأ بسلسلة تعلم المقامات وكيف تفرق بيناتهم. فراح نبدي اليوم بمقام العجم، ونبدأ نوضع لكل درس، يعني نبدأ في اليوتيوب بأنه نوضع الدرس الأول هو مقام الفلاني. فراح نبدأ اليوم درس الأول اللي هو مقام العجم. طبعا مقام العجم اللي هو يبدأ من الدو إلى الدو، وهذا المقام راح نستمع إلى عدد من الأمثلة بعد قليل مسجلة، ونسمعها أنا وياكم حاليا. وأيضا هناك عدد من الأغاني اللي هي موجودة في هذا المقام، وتحديدا المقام هذا نفسه بعد ما نستمع إلى آلة العود طبعا. ونبدأ أول بداية إلى عدد من الأمثلة اللي موجودة، واللي هي مثلا أغنية طبعا غدا ألقاك، واحدة من أغاني لكوكب الشرق واللي نستمع لها، إضافة لموجود في صندوق الوصف الأسفل الأمثلة البقية لعدد من الأغاني اللي هي تكون بدايتها بالمقام العجم. نستمع الآن. الآن أصدقائنا أشكركم وتحياتي لكم، وننتقل في الحلقة القادمة أو في فيديو القادم إن شاء الله بمقام شوق أفزة، وهو أحد أفرع مقام العجم، واللي ضروري جدا تعرفوا له وتتهيئون لهذا المقام، كونه من المقامات الجميلة جدا و الرائعة في آلة العود. لا تنسون الاشتراك والإعجاب في قناتي لكي يأتيكم ما هو جديد. تحياتي لكم زيادة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.